فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يرد على شبهتي من يقول بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي ويتمسك بهذا؟ ما هو داخل المسجد، داخل الحجرة، داخل حجرة عائشة، ما هو داخل المسجد. وكان خارج المسجد في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة معاوية وخلافة عبد الملك بن مروان وخلافة لما جاء الوليد بن عبد الملك بعد أبيه عبد الملك، ووسع المسجد، وسعه من جهة الشرق وأدخل الحجرة النبوية فيه. برأيه هو، ما استشار العلماء، برأيه هو. العلماء ما وافقوا على هذا، ولكن ما يقال إن قبر الرسول داخل المسجد، داخل الحجرة، والحجرة أدخلت في المسجد. نعم.